رشيد الشبلي مدرب السياقة. نعم، شنو واقع بالضبط اليوم؟ اللي واقع اخويا ان كل مره كيجيبوا لنا موظفين وكيقول لك هذوك ماشي دستوريين وهذوك ما كيخدموش قانونيين، حنا كنخدموا قانونيين وكل واحد كيدير ما بغى، بغينا هادشي يدار له حل. كيفاش ما تستخدموش قانونيين؟ كيقول لك بان السيركوي والطريقه اللي كتعاملوا بها ماشي هي قانونيه. حنا بغينا نعرفوا واش الموظف جوج ولا ثلاثه ولا اربعه يجي يطعنوا في اللي قبل منهم واللي قبل منهم يطعنوا في اللي قبل منهم، والاداره كتلعب دور المتفرج لا اقل ولا اكثر، ما بغيناش هادشي يكون. نعم، سمعت دابا حيت قلت لكم المرجان نقول لكم حنا السيركيلاسيون ديال الناس المبتدئين ما خصوش يكون مع الكاميونات ومع الطوموبيلات ومع كذا، كيتخصص واحد الطريق اللي هي مرفقه كاين الحديد او كاين السيارات او كاين العربات، ولكن ماشي بداك المسؤوليه هنا ما كاين لك اللي يفسح لك الطريق لا اللي يعطيك حتى شي حاجه، وكيجي كيقول لك كيطالبك بواحد الانسان يخرج بيلوت، ومع العلم ان كاين تجاوزات وهذا اللي كاين. كاين حوار، حنا كاين الحوار اللي جاد هو هي ان كيضرب لنا الممتحن شي طوموبيل كيسمح فيها وكيهرب ويمشي في حالاته كيتملص من المسؤوليه. حنا كاين اللي تيقول انكم انتوما تفرضوا ايتاوى على ما كاين لا فرض لا ايتاوى ولا حتى شي، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء، ونتحدى اللي قال شي حاجه يمشي راه المحكمه ما كاينش الايتاوى اللي دايرين ما كايناش لا لجميع الاشخاص. اللي كاين هي ان الممتحنين كيضرب لك الطوموبيل كيركب في طوموبيل اخرى وكيهرب ويمشي في حالات. شنو هي اهم المطالب ديالنا؟ اهم المطالب ديالنا كما كيركب فيها ويكون كوف يردها لهنا سلمان، دار المدرب ولا الدري شي خطا يسجل له، ما يقيس طوموبيل ما يقيس حتى شي حاجه، وإلا قاس الطوموبيل يتحمل المسؤوليه ويجي كيوقفوا الناس ديال البوليس يعطي البيرمي ديالو ويقيد المسائل ديالو هو في شخصه ويرد الطوموبيل لصاحب السياره التعليم سالمه.